بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله، صبحكم الله بالخير، يا أهل الخير، يلي تحبون الخير يا مرحبا ويا مسهلا فيكم، وسعداء جدا في أمطار الخير هذه أن نرفع أيادينا ونقول يا رب يا كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. أجمل دعاء في هذه الليالي الفضيلة وفي هذا الجو المبارك، نسأل الله رب السماوات والأرض أن يشفي كل مريض وأن يسهل أمر كل محتاج يا رب العالمين. يا كريم يا رب، وانتوا يا رب عسى الله يرزقكم إن شاء الله من أوسع أبوابه. أنا أحب أدعي خصوصا في مثل هذا الجو المبارك بإذن الله، وانتوا ان شاء الله مباركين، ونقول لك مبروك ولف وروح وتعال. واللي حصل امس كان رائع وجميل، امس حلوا علينا ضيوف هني صراحه كانوا من اروع ما يكون الفرحان، وايضا كان معانا العطار اذا ماني غلطان او القطان او العطار، نجح وفاز ب 750، والثاني عبد العزيز كان مميز جدا، كانت روحه خفيفه وسلس جدا، نوجه له اجمل تحيه. اليوم ان شاء الله ايضا معنا مشتركين ومعنا اتصالات بعد هذا الفاصل وعلى هذا الباركود. للحين ترى في فرصه انك تشارك، وللحين ممكن تكون معنا هني انت ونصيبك مع هالباركود ومع الكمبيوتر لما يلف، والعشرين ثانيه في انتظارك، روح وارجع لي مره. في شهر رمضان ومع جمعة الأهل والإخوان، الكل ربحان كاش ومعلومات. السؤال علينا والجواب عليك، وبعشرين ثانية تستاهل الكاش. كل اللي عليك سجل عن طريق QR كود وشارك في برنامج عشرين ثانية، وبإذن الله من الفايزين. بسم الله بسم الله، بدينا والبادي بسم الله مع أول متصل. وين أول متصل؟ عطوني يا غازي. صباح الخير يا غازي. صباح النور. يا هلا ويا مرحبا يا غازي، بدينا وياك ونقول ها مستعد يا أبو حسين، نقول لك أبو فيصل ولا أبو حسين؟ أبو حسين. أبو حسين الساعة المباركة جاهز؟ جاهز إن شاء الله. يلا استعدينا لك، نقول بسم الله. بسم الله. تعالي أبيك بسالفة، تعال. يقول لك ما هي الصورة التي يطلق عليها براءة؟ هل هي الأعراف، الأنفال، المائدة أم التوبة؟ شغل العشرين ثانية، روح. بدأت المباراة، الوقت يمشي. ثبت 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 ثبت. وين؟ أربعة التوبة. أربعة هي صورة التوبة. يقول لك هذه الصورة الوحيدة في القرآن الكريم التي لا تبدأ بالبسملة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هي التوبة، الأعراف، المائدة، الأنفال، أم سألنا عنها؟ روح مع 100 دينار، برافو عليك، التوبة. لا لا لا، مو بروحك انت ثاري، تعال تعالوا تعالوا وبيكم تعالوا. ليش ما تقول انه يمك احد؟ معي جمهور. وين الجمهور؟ ما قاعد اسمع. موجودين 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 بقيان. كفو، ساعة المباركة. الله الله، اي باي الحي يحييك. عدل عدل، حط سبيكر، خلنا حاكي اللي بالديوانية كلهم. ديوانية انتو؟ اي نعم. وين في الديوانية هذه؟ بالرابية أبو قيان. كفو، الله على راسي، الرابية المنطقة الرابعة على راسي، حياكم الله. أبو حسين حبيبي، أنت وشباب الديوانية ما أودكم بخريف
للعيد ها؟ إن شاء الله. عشوة غدوة شدوا الحيل مع بعض ها؟ إن شاء الله. يقول لك مسلسل العتاوية تعرفه، تعرفونه يا الربع ولا ما تعرفونه؟ يعرفونه يعرفونه الربع. شفنا فيه حملة انتخابية بين حجي زيدان شنو؟ حجي زيدان شنو؟ ناجح. لا مو ناجح، بسم الله عليك. حجي زيدان اللي أدى دور الفنان الكبير محمد جابر، وكان بين يكيكي اللي أدى دور المرحوم الفنان الرائع علي المفيدي. كان يقول الحجي زيدان يا الله صفقوا له، ما تذكرونه؟ والله شكلكم مواليد الألفين. تعال تعال شوف 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 معك. القضية رقم 630. أقعد ولا لا؟ لا تقعد هملنا. خش 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 خش. لا أنا طالع. يلا شباب 13 ثانية، اسمع معاي السؤال. يقول ماذا كانت وظيفة الفنان علي المفيدي في المسلسل؟ هل كانت نجار، مدرس، محامي أم مهندس؟ ولا يخدعك الكلام ودور يا العشرين ثانية. ثبت ثبت محامي. ثبت ثبت إيش؟ محامي. محامي متأكد؟ إن شاء الله تمام. يمكن يكون عنده وظيفة ثانية لكن المشهد صور لك شيء آخر، متأكد؟ ها؟ انت قلت محامي الحين. اي محامي. يمكن يكون وظيفته شيء ثاني بس المشهد سوالك شيء اوهمك انه محامي، يمكن. متاكد؟ متاكد ان شاء الله. يا. انت اللي قلت ترى شاهدين علي اللي بالديوانيه هو اللي قال مو انا. انا بريت ذمتي منك خلاص. لمحت وقلت. يلا يبا مع السلامة، قفل قفل مع السلامة، روح 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 300 دينار، روح 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 روح. عافية عليك، برافو برافو. اللي وراه بتول، سلام عليكم يا بتول. عليكم السلام. حياك الله يا هلا وسهلا يبا. الله يحييك. جاهزة يبا؟ إن شاء الله. يلا نروح للسؤال دايركت. ما الجزء الرئيسي المسؤول عن السمع في الأذن البشرية؟ في الأذن البشرية، هل هو الصوان، عظمة الركاب، القوقعة أم قناة ستاكيوس؟ شغل العشرين ثانية. القوقعة. قولي ثبت قولي ثبت قولي ثبت 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 على 13. قالت شنو؟ عيدي القوقعة ثلاثة. أو عيدي بعد مرة. القوقعة ثلاثة. بعد آخر مرة. القوقعة ثلاثة. صح، برافو عليك. القوقعة ثلاثة. حلو. كنا أحد صار له شيء سك الباب. أمي سمعت. وأختي يمي. سمع أختك اللي تحجت. إي إيه أختي. وينها؟ وين أبوك؟ سلمي لي على أبوك حيل. يوصل يوصل. حجي محمد. سمعيني انتي والوالد واختك. تمام. يقول لكم فيلم كوميدي امريكي عرض عام 1990 تدور احداثه حول ولد يترك او ولد يخلونه في البيت بروحه عن طريق الخطأ والدور الاحداث الدور 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 دور 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 راوم. يلا شوفي شوفي. جاهزة يا بتول؟ جاهزة. شباب كنترول، بقولوا السؤال ولا تطلعوا الاختيارات. شنو اسم هالفيلم؟ هوملون. ها؟ هوملون. يحتاج تحطون خيارات ولا ما يحتاج؟ ما توقع يحتاج. هوملون، برافو عليك. صح.
تحديث ثقة صح، برافو يا بتول. 300 دينار. الوليد، الله يا الوليد، الله، صباح الخير يا الوليد. صباح النور يا هلا. يا هلا وسهلا، شلونك يبا؟ والله بشك طيب. جاهز؟ اي نعم جاهز. بيت ديوانية وين؟ عند الربع بالدوام؟ ديوانية. حلو، ما اسمع صخة عندك. بس اخوي الموجود، ما حد موجود غيره. يلا يساعد، يساعد يفيد اخوك يفيد. مساك الله بالخير يا اخوه. حياك الله اخوي. يا هلا وسهلا. اسمع السؤال لك ولاخوك الوليد. يقول السؤال: اين تقع جبال اجا وسلمى يا بعد حي انت؟ هل هي في تبوك ولا الطائف ولا عرعر ولا حايل؟ ابعد حي وميتي، جاوب. من كلمتك تبين حايل. ثبت بعدين اقول. ثبت، الوقت راح. ثبت 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 ثبت, ثبت. ثبت يا بعد حي، ثبت ثبت ثبت. ها وين؟ حايل. حايل والعقار ايش؟ مايل. على راسي صح، برافو عليك. حايل والعقار مايل. اي نعم. حلوين حلوين حلوين. على فكرة أعطيك معلومة بسيطة، آجا وسلمى جبلين، هذولا جبلين كل منهما يشكل علامة مميزة لمنطقة حائل نفسها في المملكة العربية السعودية. على رأسي أهل السعودية، واحد من الجهة الشمالية الغربية من المدينة والآخر من الجهة الشرقية الجنوبية أيضا. حلوين حلوين. روح على اللي وراه. يقول لك في سوق تراثي يعتبر من أهم المعالم السياحية في العاصمة القطرية الدوحة، وعلى رأسي أهل قطر. شوف الفيديو وبعدين السؤال، تعال. تبي أعطيك السؤال ولا من غير السؤال والاختيارات تجاوبني؟ هو أنا عرفت لأني جاي قطر من قبل، بس شنو اسم هذا السوق؟ من غير عرفت أن السوق واقف لأني جيته. أحط لك خيارات: مشيرب، سوق مسيعيد، سوق واجف، سوق العسيري، وين تروح؟ سوق واقف. ثبت عليه. ثبت ثبت عليه وتوكل على الله. توكل على عمك، ما تعرف الا هالسوق، توكل على الله. روح، مبروك، روح. روح، بديت بحايل، شلون ما تروح؟ روح. يلا اللي بعده. انفال، صباح الخير يا انفال. يعطيك العافيه، هلا والله. الله يعافيك، يا هلا وسهلا يا بنت بدر. جاهزه يا بنت بدر ولا مو جاهزه؟ جاهزه ان شاء الله. حلو، من عندك؟ عيالي ويدتهم. على راسي، سلمي لي على جدتهم، قولي لها كل عام وانت بخير، والعيال قولي لهم ما راح يقصر بوقيان ويانا ان شاء الله، ولا تلفزيون الكويت ولا اللي فيه كلهم، ولا طاقم البرنامج كله ما يقصر. تسلم تسلم. قول بسم الله وبي صيحة من العيال. يلا كفو عليكم. يلا سمعوني يا عيالي، سمعوني، السؤال حلو لكم أنتوا، السؤال حلو. يقول السؤال: نبي لقب بخطيب الأنبياء، فمن هو؟ هل نبي الله نوح، نبي الله صالح، نبي الله شعيب، نبي الله هود؟ أشغل 20 ثانية. الوقت الوقت. شعيب شعيب. الوقت، قولي. ثبت 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 ثبت. روى الحاكم بسنده عن محمد بن إسحاق قال، ايش قال؟ قال وشعيب بني ميكائيل بعثه الله للأنبياء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا ذكره قال ذاك خطيب الأنبياء أبراض عليك صح. يلا العيال مستانسين ولا لا؟ يلا نروح للي وراه. عندك 7 ثواني. يقول جمهورية برلمانية تعتبر جزء من أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا، كذلك هي جزء من منطقة البلقان. شوفوا وياي وركزوا، ركزوا في الدولة. تعالوا يلا يا عيال شوفوا. هذا كان علم أي دولة؟ هل هي هنغاريا ولا صربيا ولا بلغاريا ولا كرواتيا؟ كرواتيا. ولدي يقول كرواتيا. من يقول؟ ولدي. والله إنه صح، وبرافو عليك أنت وياه، وعطيه أكبر جزء. ولدك كم عمره؟ 10 سنوات. الظاهر يتابع كرة قدم. إي عدل؟ سوني عدل. ها؟ برافو عليك صح. شو اسمه ولدك؟ حيدر. حيدر يا بعد عمري ها لك، تستاهل، حافظك الله. أروى صباح الخير يا أروى. يا أروى، روية أن أروى اتصلت في البرنامج وقالت يا أخوي بركات صباح الخير، وبركات قال لها صباح الخير. ألو؟ يا بنت محمد شلونك يا أروى؟ يا بنت محمد الله يسلمك. الله يسلمك. شلون صحتك؟ الحمد لله بخير الله يعافيك. مبروك عليكم الشهر والعيد قرب، وكل عام وانتم بخير. نسأل الله الله يسلمك وتقبل الله طاعتكم منا ومنك صالح الأعمال بإذن الله. أختي أروى، من حولك؟ منو حواليك؟ والله عيالي كلهم قاعدين وياي. والله كفو، اليوم أغلب المتصلين عيالهم عندهم تبارك الرحمن. يلا يا عيال صفقوا، شجعوا الوالدة. جاهزين؟ جاهزين. شو خايفين؟ ناطرين. لا تخافين. كفو كفو، هذا زوجك؟ هذا ولدي العود. ما شاء الله، الله يحفظه لك يا رب. كفو عليك. تعالي تعالي تعالي. وينه؟ شو اسمه؟ اسمه عيسى. عيسى تعال بعواس، تعال 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 تعال. شلونك بعواس؟ عيسى مسيك بالخير. يا هلا وسهلا، يا حياك الله على راسي. يا هلا يا هلا، شو اخبارك؟ طيب والله لله الحمد. سلمك شلونك؟ ابشرك، خليك شريك الوالده. عليكم قشار وعيد مبارك مقدمه. علينا وعليك. ان شاء الله ان شاء الله انكم مستانسين ويانا. لا طبعا اكيد تابعين. احنا الوالده هي اللي بتشارك، قالت بشارك وياها. يلا تستاهل انت والوالده. انت جاوب على هالسؤال، ابيك انت تجاوب على هالسؤال. يقول لك من هو، السؤال يقول من هو أصغر لاعب أحرز هدفاً في بطولة كأس العالم سنة 1958؟ أصغر لاعب معروف، هل هو جورجي رومير، ريموند كوبا، بيليه، أم جاست فونتين؟ وشقل العشرين. كان عمره 17 سنة. ثبت. كفو، كان عمره 17 سنة. سجل أول هدف له في الربع النهائي. بلي. في الربع النهائي أمام منتخب ويلز، وصار أصغر لاعب يسجل هدف في كأس العالم. من هو؟ بلي. خلك بلي. يا سلام يا سلام. كفو أبو عواس. يا بعد راسي. يلا الوالدة وينها؟ سلام سلام. عطني الوالدة، هي تعرف. ليش كمل؟ يلا انت مو كلكم حطوا على سبيكر وكملوا مع بعض، ما في مشكلة. يقول لكم السؤال للجميع، يقول لكم أبوريت مداعبات قبل الزواج. أبوريت غنائي جميل جمع بين الثنائي عبد الحسين عبد الرضا والفنانة سعاد عبد الله، الله يعطيها طول العمر. أبوريت جمع عبد الحسين عبد الرضا وسعاد عبد الله. أها،
هذا كان في عام 1975 وهو الجزء الأول من ثلاثة أجزاء لهذا الأوبريت. خلها تشوف، خلي الوالدة تشوف، شوفوا إذا التلفزيون قدامكم شوفوا شوفوا. أنا شفت خالد عمر وقلبي من كان عمر 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 عبال بتزود بس كذي ببلاش أظل لو تسمع اللي بطلبه تنحاش. أنا بالليل مالي شغل إذا صار المغرب بضل بوسط البيت ويمي نقل أكسر وانت يمك هالكثر برميت أكسر وانت يمك هالكثر. هاي أم عيسى الأمور طيبة؟ إن شاء الله طيبة. حلو، ما خاب ظني شهر العسل بس هنحط. إيه خلك وياي، سمعي السؤال، سمعي السؤال، شنو كانت وظيفة الفنان عبد الحسين عبد الرضا في الأوبريت في المقطع اللي انت شفتيه؟ محصل كهرباء. ها؟ محصل كهرباء. والله روح 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 محصل كهرباء روح روح. برافو 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 برافو. أمل يا أمل، صباح الخير أخت أمل. هلا هلا والله، شلونك يا بابا؟ طاعتكم الحمد لله بخير. منا ومنك صالح الأعمال يا رب. يا بنت عبد الله سؤالك سريع واللي حوالينك خلي يساعدونك، ما عندنا مشكلة إن شاء الله. منو اللي عندك؟ والله معاي عيالي. كفو، أنا قلت لكم اليوم حلقة أسرة بامتياز بامتياز. يقول السؤال لك وللعيال، شدوا حيلكم، ما هي الصورة التي تسمى بالجامعة؟ هل هي شعراء؟ هل إسراء؟ هل أعراف؟ أم الأنبياء؟ شقل العشرين ثانية. ها بسرعة الوقت. الجامعة. الوقت يا أخت أمل. الجامعة هي صورة الأنبياء رغم أربعة. وقف 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 الوقت وقف الوقت وقف الوقت وقف الوقت. ها؟ صورة الأنبياء رقم أربعة. صورة الأنبياء رقم أربعة أكيد. أكيد إن شاء الله. ترى هي مكية وعدد آياتها 227. إن شاء الله. فكري. لا لا فكري فكري فكري. مكية عدد آياتها 227، ترتيبها بالمصحف هو 26. سميت هذه الصورة لتبرئة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أن يكون شاعرا. شنو هي؟ الشعراء. الشعراء وليس الأنبياء. برافو عليك، صح الشعراء. وين رحتي؟ اي معاكم معاكم. ادري فيك ما وين رحتي بالإجابة. يلا يلا معاك. يلا مرتبكه مرتبكه، ما عليه ما عليه ما علي ما شدي حيلك. يقول لك صرح إسلامي بارز في أبو ظبي. أنا اللي يمك ما قال لك ولا دور بجوجل، هذا لازم تحاسبينه بعد الحلقة. إيه بحاسبة. يا ويلة، منو هذا عاد؟ ولدي. لا 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 تسوي له شيء. يقول لك صرح إسلامي بارز في أبو ظبي. يتميز بعدد كبير من القباب أو القباب، تعرفينهم ها؟ إيه. تصل عددها إلى 82 قبة وأكثر من 1000 عمود في المسجد. شوفي معاي هذا الفيديو وبعدين أطرح عليك السؤال. تعال. شفتي؟ شفته. شنو اسم هذا الجامع؟ هل هو المسجد الرحيم، مسجد الشيخ زايد، جامع أبو ظبي، أم جامع العزيز؟ الشيخ زايد. شقل وقف. إيش قالت؟ إيش قلتي؟ رقم 2 جامع الشيخ زايد. جامع أكيد. ثبت إن شاء الله. من قال لك بعد؟ ولدك؟ ولدي ما قلت. ها للحين تتابعين ولدك؟ ان شاء الله صح. متاكده؟ متاكد. شو اسمه ولدك؟ شو اسمه ولدك؟ عبد الوهاب. وين اعطيني اياه؟ كم عمره؟
عبد الوهاب 22. اعطيني اياها اعطيني اياها 22 مضيعك قبل شوي. اعطيني اياها اعطيني اياها وضيعك الحين. اعطيني اياها اعطيني اياها. العبد عبد الوهاب شلونك يبا؟ والله شلون صحتك؟ بخير الله يسلمك. ليش ضيعت الوالده قبل شويه؟ والله يعني سريع حسري. عبد الوهاب قلت لها جامع الشيخ زايد. ايه وديتها والله وراحت. ليش؟ الله يسامحك بس الله يسامحك الله يسامحك بهالرمضان اقول لك الله يسامحك. خذيت من مخباتنا 200 دينار وصارت حق الوالده 300. برافو. صحه والعافيه. برافو عليك يا العبد. برافو مبروك يا عبد الوهاب. مبروك الف مبروك. جراح وين جراح؟ يا جراح وينك يا جراح؟ وياك وياك. صباح الخير. صباح النور. شلونك جراح؟ طيب سلمك يعافيك. جاهز؟ جاهز بإذن الله. معاك أحد يساعدك ولا برايحاتك تحتاجني؟ والله عندي عيالي وزوجتي. الله يحفظهم لك. قايل لكم حلقة أسرية بامتياز. خذ السؤال يا جراح. يا أبو إيش؟ أبو زمزم. أبو زمزم عسى الله يحفظها لك يا رب. الله يحفظ. يقول السؤال: حجر كان يستخدم قديما لإشعال النار، الله يكافيك شر النار، هل هو الرخام، الصوان، الجرانيت أم الزفير؟ شغل العشرين ثانية دور. إن شاء الله الصوان. ثبت الصوان. ثبت ثبت وحط له على الصوان. يقول لك تاريخيا هذا الحجر تم استخدامه تاريخيا، لونه عادة رمادي داكن أو أسود اللون، غالبا ما يكون له مظهر زجاجي، هو الصوان ولا الرخام؟ صوان بإذن الصوان. الله. ها؟ صوان بإذن الله. بإذن الله أنت صح. برافو عليك صوان. شلونك بالرياضة؟ زين يا الله. يلا قول بسم الله. يقول لك لاعب كرة قدم سابق مع منتخب إيطاليا لكرة القدم، ها؟ هذا فاز مع منتخب إيطاليا في 2006 في كأس العالم، هو الهداف التاريخي لنادي يوفنتوس الإيطالي. عرفته؟ قل لا عشان أشغل لك الفيديو. قل لا. لا أشغل الفيديو. شوف الفيديو يلا. شفته هذا اللاعب منو هو؟ هل هو لوكا توني، ديل بييرو، سيميوني باروني، إليساندرو نيستا؟ وشقل الـ 14. هذا ثبت إن شاء الله ديل بييرو. ثبت على الثمانية وقال إن شاء الله ديل بييرو. جاب كأس بطولة إيطاليا في 2006 وانت يا جراح جبت كأس البطولة في 300 دينار. برافو عليك. صح. يا سلام يا سلام. أسماء صباح الخير يا أسماء. أسماء هلا. شلونك يا يبا؟ طيبة. ممتاز. أسماء كم عمرك يبا؟ 26. 26 9. ها؟ 9 سنين. 9 سنين عمرك؟ ايه. حياك الله يا بابا. يا هلا وسهلا يا بابا. وين من عندك؟ اهلي. وين اهلك؟ منو؟ كم قاعدين؟ منو اهلك؟ اعطيني اهلك اعطيني. وين؟ الو الو يا ابو اسماء. يا هلا وسهلا. يا هلا فيك. حياك الله يا هلا. ما شاء الله أسماء 9 سنين مشاركة معانا تبارك الرحمن. إيه الله يحفظها لك. الله يحفظها لك. أبيك تساعد أسماء. زين يلا تم. حلو شد حيلك وياها. حط سبيكر بينك وبينها. زين طيب يلا روح على السؤال. يقول لك كم صلاة
تعادل الصلاة في بيت المقدس؟ هل هي 500 صلاة، 1000 صلاة، 5000 ولا 10000 صلاة؟ شغل 500 صلاة. يا اسمع، حط لها على 500 صلاة. وقف، انت ليش شغلت؟ راحت. برافو، حلو. يلا روح للسؤال اللي وراه. جاهزة؟ والله اسماء برافو عليك، كفو عليك يا بنيتي، ما خليتي ابوك يجاوب، على طول انت جاوبتي. تعرفين الإجابة من قبل؟ كفو يا بابا، كفو. زين، هذا السؤال لازم يساعدك فيه ابوك، لازم. زين؟ وين رحت؟ ما اسمع صوتك يا ابو اسمع. معاك معاك وياك. ايه رد علي، تكلموا اثنينكم مع بعض، ما في مشكله. حاضر حاضر. على السبيكر يقول لك الغرباء، تذكره مسلسل تراثي كويتي انتج عام 1984، تتذكره ولا لا؟ كانت المقدمه مالته كانت مدينتنا ذهب، بطولة الفنان الراحل غانم الصالح والفنان عبد الرحمن العقل، الله يطول في عمره وحياة الفهد. شوف معاي هالفيديو عشان أسألك سؤال عن هذا المسلسل. شوفه، انعش ذاك. سلامات سلامات خلاص 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 خلاص، ما تكون مشكلة. كامل الأوصاف طالح، كامل الأوصاف قام. خروفي خروفي ما أحلى خروفي، ملفوفي بالصوفي. وأخيراً ضحت بداني عشان تعرفون كامل الأوصاف الخوف. ها، كامل الأوصاف يخوف ولا يخاف؟ شنو اسم شخصية سمير القلاف وعلي جمعة في المسلسل؟ هل هم وحيد وفريد، جاسم ومرجان، أنيس وخميس، أم سالم وغانم؟ شقل 16 ثانية. أنيس وخميس. أنيس وخميس، ثبت لها على أنيس وخميس. منو قال لك الإجابة؟ أبوي أبوي. أبوك ولا أمك؟ أمي. أمك؟ إيه. عسى الله يعطيك العافية ويخلي لك أمك وأبوك. ما هذه ما يلعب معاها، هذه نقول عليها بسم الله ونقولها مبروك 300 دينار. برافو برافو عليك يا بابا، برافو. وين نروح؟ نواف، صباح الخير يا نواف. صباح النور يا هلا اخوي. يا هلا بالنوف، كيف يا هلا طال عمرك، شلونك؟ عساك طيب. الله يسلمك ويعافيك ويطول لي عمرك. جاهز طويل العمر؟ جاهزين ان شاء الله. جاهزين معناته انت بالديوانيه؟ لا والله قاعد ويا الاهل. ويا الاهل هم زين، اليوم قلت لكم الاهل بامتياز، خلي يشدون الحيل معك. سؤالك يقول: من هو مؤسس علم الجبر؟ هل هو الخوارزمي، ام ابن سينا، ام الفارابي، ام ابن رشد؟ وشقل 20 ثانيه. الوقت على الجواب الثاني ابن سينا. الوقت يا نواف، الوقت الوقت الوقت، قول وقف. وقف وقف، راح منك وقت كثير 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 كثير. وين تروح؟ يلا نواف، شو اخترت؟ ابن سينا ولا الخوارزمي؟ انا اللي اجاوب ولا انت؟ انت اللي جاوب. اخلص بسرعة، وين تروح؟ ابن سينا. لا، وين تروح؟ الخوارزمي. الخوارزمي خوارزمي، خليك على الخوارزمي. علم الجبر، علم الجبر، الجبر الجبر يعني شنو؟ أرقام. الرقم الأول الجبر. أدري الرقم الأول، خليك معي، خليك انسى السؤال الحين، انسى شنو الإجابة، خلاص أنت ثبت على رقم واحد. الجبر يعني شنو؟ يعني علم أرقام. عدل ولا لا؟ عدل. يعني وين نروح؟ الأرقام دائما نقول شنو؟ الأول. عالم رياضيات وفلك وجغرافيا مسلم
يكنى بأبي جعفر، يعتبر من أوائل علماء الرياضيات المسلمين. هو منو؟ الخوارزمي. صح الإجابة. ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. ليش مرتبك؟ والله ترددت لأن أعطوني إجابة غلط اللي عندي. هدي اللي عنده، هدي. السؤال اللي بعده يقول: عندك 5 ثواني. دولة في أفريقيا في المحيط الهندي تحديدا مكونة من عدة جزر سميت بهذا الاسم نسبة إلى شخص فرنسي كان مسؤول عن جباية الضرائب ذاك الوقت. شوف معايا. يرفرف العلم. ايش يرفرف هذا؟ علم اي دولة؟ هل هي سيشل، سانت هيلينا، موريشوس، لاديغو؟ وشغل الخمس ثواني. اسرع. هي دولة جزر. اسرع. سيشل. قلتها على الاخر. لا يبلا، انت مرتبك ومضيع وضاعت عليك. خلاص سيشل، ما تغير خلاص الوقت. يا اخي ليش مرتبك؟ والله ليش مرتبك؟ ضيعت على الدنيا كلها، ضيعتها. الاولى ولحقنا عليها، والثانيه جت وياك بالحظ. برافو عليك، صح سيشل. هي الله، هي. برافو عليك، بنبارك عليك ان شاء الله. وبالمبارك على القادم. من هو القادم؟ القادم اللي راح يكون هني هني هني، وانت ممكن تكون قادم هني على هذا الباركود. ممكن تكون انت القادم. بعد هالفاصل راح اقول اهلا وسهلا لمن وصلنا. روح تسمع آهات الناس، حاجات الناس، شارك الناس ومد إيدك بالإحسان. تسمح لون هالحياة، حليها الصفات بألوان الحب والخير، وكون إنسان. من أول الحلقة وأنا أقول هذه حلقة أسرية بامتياز، عدل ولا لا؟ وهي فعلا حلقة أسرية بامتياز. أرحب بالضيوف اللي حلوا علينا. أهلا وسهلا بالأخوان عبد العزيز الكندري وباسل الكندري. ما شاء الله عليك زود، ما عليك زود. ساعة المباركة. عبد العزيز، عرفني عنك، وين تشتغل؟ أنا بجامعة الكويت. حياك الله. الله يحييك. بس كان ودي اقول اني متقاعد لانك تحب المتقاعدين. جامعه الكويت. اي نعم. ساعه المباركه. اخ باسل الكندري. والله انا بعد ودي اقول متقاعد، بس لا، انا في شركه نفط الكويت. ما شاء الله، شركه عسى الله يوفقكم جميعا. حلوين، ايش هالصدفه هذه؟ ها، لا وفيكم شبه بعد. سبحان الله. ايوه، رب الصدفه الخير من 1100. اكيد ما في شك. طيب، امام اسم كل واحد فيكم الان سيظهر حرف. هذا الحرف عبد العزيز، حرفك الألف. باسل، حرفك الراء.
فكر وخل فكرك مع حرفك. السؤال لما أقول لك إياه الإجابة تبدأ بالحرف اللي طلع لك. عبد العزيز حرفك ألف. توكل. والراء عند الأخ باسل الكندري. جاهزين؟ توكل الله. حلوين؟ حلوين. شفتوا حلقة أمس؟ أي. كانت حلوة. ماراثون كانت. صراحة ماراثون. عشر جوا. ما شاء الله. يلا. يلا لا تكون هذه نفسها. لا لا لا, 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 لا عشان تتسحر عند هلك. أحب نختصرها إن شاء الله أنا. نستعجل. والله أنا سحور بعد. زين والجو لك عليه بعد. والجو لك عليه. ما نقدر نسرع. ما تدري غرق يا الله يستر. لا إن شاء الله ما كل الخير. إن شاء الله. إن شاء الله. سؤالي أبدأ مع الأخ عبد العزيز من جامعة الكويت وأقول عبد العزيز سؤالك يقول والسؤال الأول دائما حبي عاصمة. سأسألك عن عاصمة. عاصمة تركيا هي أنقرة. أنقرة برافو عليك صح. حلو. الأخ باسل تفضل. أكثر نادي حقق دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد. ريال مدريد وفازوا اليوم بعد. اليوم 2-0. اليوم 2-0 فازوا. يلا الحظ دائما يلعب دور. لا يزعلون علينا المدريدية. لا مشكلة أنا مدريدي. بعد لا يلا يلا ما يخالف. عبد العزيز تفضل. سؤالك يقول نبي سميت صورة من القرآن الكريم باسمه. يوسف. يوسف مو حرف الألف. ايوه اسف. بحرف الألف. شال الوقت شقال. إبراهيم. إبراهيم. كادت أن يمين ويسار. الحمد لله. الحمد لله. طيب باسل قلت لك من أول الحلقة فكر بالحرف. الربكة بس شوي. يلا ما عليه ما عليه ما عليه. باسل سؤالك يقول ماذا يسمى باطن كف اليد؟ شقل الوقت. باطن كف اليد. باطن كف اليد. شو يسمى؟ شو يسمونه؟ بس باطن كف اليد. الوقت شغال. بحرف الراء. حرف الراء. اي رزق اليد. انا قلت اول شيء هلا راحتك. راحت اليد. راحت اليد. راحت اليد. يلا ما عليه ما عليه مدريدي يعوض. يلعب الدنيا تلعب مع المدريديه دائما. نروح للي وراه. عبد العزيز. اه. شرطة البوليس الدولي تسمى شق الوقت. حرف الألف عدل. انتربول. ها؟ انتربول. انتربول. أكيد. توكل. أكيد. أكيد إن شاء الله. انتربول صح. صح. عندك ثلاثة صح وعنده واحدة خطأ وواحدة صح. في وقت في وقت في وقت. لا تطالع الساعة. لا وين أصابع اليد. لا الساعة ما رفعت الكلمة عشان قاعد تحسبهم واحدة اثنتين ثلاثة. قاعد قاعد أفكر. زين سؤالك يقول وإذا جاوبت صح تراك حروة. الرمي بالحجارة حتى الموت يسمى بي شق الوقت. رمي بالحجارة. يرمونه بالحجارة. رش. ها؟ رش. عندك وقت. يرمونه بالحجارة. يا رجل. ما تصدق. نصدقك. سبع حجارات. رجم. رجم 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 رجم. يا رجم. قاعد مبكر. يعني على 12. ما عليه. ترى ما عليه للحينك في محيط. محيط ايش؟ للحينك في محيط انك تلحق عليه. هو عنده ثلاثة صح. إذا جاوب هذه صح صعب المسألة. يصير عنده أربعة صح.
سؤالك عبد العزيز يقول: مبتكر النظرية النسبية هو شق الوقت أرسطو أفلاطون أفلاطون أنا أتكلم عقب ما ينتهي الوقت ألبرت أينشتاين عندك واحدة خطأ باسل لازم يجاوب صح على كل القادم صح عدل؟ عدل حلو سؤالك يقول جاوبت صح لا زلنا في دائرة التفاول اسم الملك الملقب بقلب الأسد ريتشارد شغل الوقت ريتشارد قلب الأسد حاول انهض يا أسد انهض يا هذا حاول انهض يا ويلك يا عبد العزيز يا ثاني ما شاء الله الأسد مو سهل مو سهل ما شاء الله ما شاء الله لا اله ما شاء الله ما شاء الله حلو سؤالك يقول ان جاوبت قفلنا ايوه ايوه يقول لك سؤالك وحدة لقياس المقاومة الكهربائية هي شغل الوقت الكترونات عندك وقت شغال وحدة لمقاومة الجاذبية وحدة لمقاومة لا وحدة لقياس المقاومة الكهربائية الكترونات صفر الحكم خلاص ها امبير امبير لا مو امبير أم أم أو بابا بعيدة بعيدة صعبة وين صعبة أول مرة أيام ثانوية وناسينا الحين اي اضحك عدل 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 أخوي باسل عدل الآن إن جاوبت صح راح تتعادل إن جاوبت غلط هو اللي مبروك عليه ماشي؟ ماشي يقول سؤالك النفخة النفخة الأولى في الصور يوم القيامة تسمى بشق الوقت عبد العزيز يمشي يقول انتبه النفخة الأولى في الصور يوم القيامة تسمى ب آية فيها آية يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة راجفة الراجفة هارد لك يا باسل والله أسئلتك كانت سهلة مبروك عبد العزيز مبروك لك ألف ألف مبروك الله يبارك مبروك عليك 750 دينار مشكورين وما عليش هارد لك ما قصرت أخ العزيز باسل ما قصرت هارد لك استاهل حبيبي الله يسلمك استاهل من قلب محب ترى يقول لك أي والله يستاهل يستاهل أنا تعب الله يسلمك اجتهد لا ما قصرت لك محاولة لا والله شوف تعبت بس ما اجتهد ما علم موفق خير ان شاء الله وياك حبيبي مبروك عليك 750 دينار الله يبارك فيك ابقى ويا الاخ باسل بعد هذا الفاصل ان شاء الله ونرجع خمس اسئله صح وخطا يجاوب ثلاثه مبروك عليك 250 دينار وانت مبروك عليك الله يبارك بعد الله
رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام والأخباس الكندري معانا ونقول له لك فرصة وركز و250 دينار حلوين وإن شاء الله حلال عليك بإذن الله. جاهز؟ ثلاث أسئلة عفواً خمس أسئلة، ثلاث أسئلة نبيهم صح عشان تحط بمخباتك ال250 دينار. نقول بسم الله. صح أو خطأ؟ أصغر قارة في العالم هي أستراليا، صح أم خطأ؟ أستراليا خطأ أكيد. فكر شوية. عندك أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، قصدي أمريكا الشمالية والجنوبية، أوروبا فيها روسيا. السؤال يقول أصغر قارة في العالم هي قارة أصغر. السؤال يا ها صح. شو تقول؟ حطني إجابة. صح. وأنت صح. صح. وأنت صح. صح. قلت لك ركز ركز. إيه. أبينا شوية تركيز. صح. ركز شوية. معلش. تقع في نصف الكرة الجنوبية الجنوب الأرض تقع في نصف الكرة الجنوبي للأرض، هي أصغر قارة بين القارات العالم، تمتد على مساحة 8 مليون كيلو متر مربع تقريبا. حلو. أنا محاتيك والله. لا تحاتيك. أنا محاتيك ما ودي تطلع فاضي. عادي عادي، أهم شيء كسبنا شوفتك. يلا عزيز وغالي إن شاء الله. يرزقك الله إن شاء الله بإذن الله. قول معاي. شد حيلك ها. يلا يلا. قول معاي. عملة ماليزيا هي روبية، صح أم خطأ؟ لا خطأ. شنو هي؟ والله شو بس هي مو روبية بس. من اللي عملتهم الروبية؟ الهند. يعني برافو عليك صح. هي الرينجت المعروف سابقا باسم الدولار الماليزي، ينقسم الرينجت الى 100 سين. ايوه. ان جاوبت الجايه خلص ريحتني. ايه. وارتاح على قولتك نروح البيت مبكر. ها يلا يلا نقول بسم الله. بسم الله. نقول بسم الله. يقول سؤالك الاسم الحقيقي للفنان غريد الشاطئ رحمه الله. عيسى خورشد. شو اسمه؟ عيسى خورشد. عيسى خورشد عوض. صح, صح ولا غلط؟ لا صح. عيسى خورشد عوض. نعم عيسى. من سماه؟ والله يعتقد يمكن الرجيب اعتقد او شيء. والله انك صح وبرافو عليك. الرجيب هو اللي رسم حمد عيسى الرجيب هو اللي أطلق عليه مثل ما أطلق على شادي الخليج. مبروك. تعالي تعالي مبروك تعالي ما حنا مكملين بنروح نتسحر. حياك الله أخيرا حبيبي. ساعة المباركة أخيرا فتحت على آخر الوقت هناك. احنا فتحنا على آخر الوقت. مشكور. قلنا يلا مبروك مبروك أخوي باسل. والله يوفقك على البرنامج الطيب صراحة. طول عمرك. صج أنا أقول لك يا أشكر يعني. بس خرناها شوي. لا 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 شوية شوية ربكة صارت هي ربكة شوية. نقول مبروك حق غازي. غازي دهش 300، بتول مبارك 300، نواف العنزي 300، ولي الوليد العجمي 300، أنفال أسد 300، كلهم أسر. أيضا أروى محمد 300، أمل عيادة 300، جراح نمر 300، أسماء العجمي 300، عبد العزيز الكندري 750، والختاب مسك مع باسل الكندري 250 دينار. ألف 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 مبروك. الله يبارك. التابعة أنت مع عيالك أمانة؟ والله شوف أنا لا أتابع الحالي صراحة. ليش؟ ما يمكن وقت البرنامج يكون الأولاد. بس إيش رأيك في معلوماتها؟ لا ممتازة ممتازة والله. يعني أنا أبارك لكم طبعا. يسلم عمرك. جد ساعة المباركة. ساعة المباركة. بس أتمنى السنوات الجاية. ايه؟ يعني يكون نوع من التطوير مثلا. أكيد. حيث في جاهتين يعني. ها ثلاثة. يبي ضمانات زيادة. لا يعني كنوع من الديفلوبمنت والله بس تطوير. بس. في تطوير احنا كل سنة نقدم أصلا فكرة جديدة. أنت لو تلاحظ كل سنة فكرة جديدة. العام كانت حلوة. أهم كانت حلوة العام أو كانت أو كان حلو البرنامج. بس السنة أحلى. الله يطول عمرك. الساعة المباركة. شرفتنا ونشوفكم على خير بإذن الله. حياكم الله. أهلا وسهلا فيكم. دائما احنا معاكم. باكر لنا لقاء بإذن الله. مع ألف سلامة. حياكم.